السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا إلى حديث الصحافة لهذا اليوم. نبدأه من صحيفة التايمز التي نشرت تقريراً لكاثرين فيليب وتوم كوفلان من سوريا بعنوان: سوريا تواجه 10 أعوام أخرى من الحرب الطاحنة بينما يوطد الأسد وجوده. يقول التقرير إن الرئيس السوري بشار الأسد أمن بقاءه في سوريا، ولكن البلاد ستنزلق إلى عقد من الحرب الأهلية التي تشبه الحرب التي شهدها لبنان في الثمانينات حسب ما تتوقع القوى الإقليمية. ومع تزيز القوات السورية الحكومية سيطرتها على وسط البلاد وتشرذم المعارضة، يقول زعيم حزب الله حليف إيران في المنطقة إن النظام آمن. وقال حسن نصر الله زعيم حزب الله: في تقديري انتهت مرحلة الإطاحة بالنظام والإطاحة بالدولة. وأضاف أن ذلك يرجع إلى الدعم المقدم من الآلاف من مقاتلي حزب الله الذين انضموا إلى القوات الحكومية السورية. ويقول المقال إن تقييم نصر الله للموقف في سوريا يتوافق مع الكثير من جيران سوريا الذين أبدوا المزيد من التشكك في انتهاء الأزمة الدائرة في سوريا منذ 3 أعوام بالإطاحة بالأسد. وتنقل الصحيفة عن أمنون سوفرين الرئيس السابق للمخابرات الإسرائيلية الموساد قوله إنه لا يمكنه الآن أن يتنبأ بالإطاحة بالأسد دون تدخل غربي على نفس نطاق ليبيا. وقال مصدر مسؤول في الحكومة البريطانية للتايمز إنها تتوقع 10 أعوام من عدم الاستقرار كما حدث في لبنان في الثمانينات. وتقول الصحيفة إن الانتفاضة ضد الأسد تلقت ضربة جديدة بسبب الاقتتال بين جماعات المعارضة الإسلامية المسلحة، وأعطى هذا الفرصة للقوات الحكومية لاسترداد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، وما زالت مناطق كبيرة من شمال سوريا واقعة تحت سيطرة المعارضة، مما يعني أن البلاد مقسمة إلى شقين أو 3. واصل معكم مشاهدنا، وننتقل الآن إلى وكالة أنباء رويترز التي نشرت تقريراً حول ترشيح الأسد لنفسه جاء فيه: أوضحت الحكومة السورية يوم أمس أنها لا تنوي تأجيل الانتخابات الرئاسية التي ستمنح على الأرجح بشار الأسد فترة ثالثة رغم الحرب أو السياسة. ولم يعلن الأسد الذي يخوض منذ 3 سنوات حرباً ضد قوات المعارضة التي تحاول الإطاحة بحكمه، لم يوضح إذا ما كان سيخوض الانتخابات التي تجري بحلول تموز، لكن حلفاءه في روسيا وحزب الله اللبناني توقعوا ترشحه وفوزه. وصفت القوى الدولية التي تؤيد المعارضة السورية خطط إجراء الانتخابات بأنها مسخ للديمقراطية، وقالت إنها لن تساعد محادثات السلام. لكن صحيفة الحياة نقلت في موقعها الإلكتروني عن وزير الإعلام السوري عمران الزعبي قوله إن الانتخابات لن تتأجل وإن العمليات العسكرية ستستمر بغض النظر عن الانتخابات. ونقلت الصحيفة عن الزعبي قوله ليس لأي سلطة أن تؤجل أو تلغي هذا الاستحقاق الذي سيجري في موعده. وأضاف لن نسمح لأسباب أمنية أو عسكرية أو سياسية داخلية أو خارجية بتأجيل أو إلغاء الاستحقاق الرئاسي. وتقدمت قوات الأسد في مناطق حول العاصمة دمشق وصوب الحدود اللبنانية خلال الأشهر الأخيرة، مما أمن مناطق وسط سوريا وجعلها تحت سيطرة الحكومة. وعبر حلفاء الأسد عن ثقتهم مع انهيار محادثات السلام التي جرت في سويسرا بين الحكومة السورية وسياسيين معارضين يعيشون في المنفى يدعمهم الغرب. ويوم أمس نقلت وكالة إيتر تاس الروسية للأنباء عن رئيس الوزراء الروسي الأسبق سيرغي سباتشين قوله إن الرئيس السوري يتوقع انتهاء المعارك الرئيسية في الصراع السوري بحلول نهاية العام. وفي اليوم نفسه قال حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني في مقابلة نشرت يوم الاثنين إن حليفه الرئيس السوري سيخوض الانتخابات لفترة رئاسية جديدة هذا العام وإنه لم يعد يواجه تهديدا بإسقاطه. وقال حسن نصر الله في مقابلة مع صحيفة السفير اللبنانية في تقديري مرحلة إسقاط نظام وإسقاط الدولة انتهت، مضيفاً أنه يعتقد أن الأسد سيرشح نفسه لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات المقرر إجراؤها بحلول تموز.
وسقط في الحرب السورية التي بدأت كحركة احتجاج سلمية أكثر من 150 ألف قتيل، وأجبرت الملايين على ترك بيوتهم، وفقدت خلالها الحكومة السورية السيطرة على أراضي في شمال وشرق البلاد لصالح قوات المعارضة. ننتقل الآن إلى صحيفة النهار، حيث نشرت مقالا لعلي حمادي بعنوان سوريا النظام أضعف مما يتصورون. جاء فيه: في مقابلته الصحفية الأخيرة توصل الأمين العام لحزب الله إلى خلاصات عن الوضع في سوريا، وترتكز على مجموعة الحقائق كما يراها السيد حسن نصر الله، فقد اعتبر أن مرحلة إسقاط نظام والدولة في سوريا انتهت، وأن سوريا لن تقسم، وأن مشكلة حزبه لا تكمن في التدخل في سوريا بل في أنه تأخر ليتدخل، وأن المعطيات الدولية والإقليمية تغيرت وتراجع الضغط عن النظام. صحيح أن النظام لا يزال يقاتل، وصحيح أنه يتقدم في بعض المناطق، ولكن الصحيح أيضا أن النظام لا يقاتل وحده، بل إنه مدعوم بأعداد كبيرة من مسلحي حزب الله وميليشيات عراقية عاملة تحت إمرة إيران، فضلا عن حجم إمداد هائل بالسلاح والذخائر مصدره إيران وروسيا على حد سواء. لكن الأصح في ذلك كله أن النظام وحلفائه في سوريا وإن حققوا شيئا من التقدم في بعض المناطق، فإنهم لم يحققوا تقدما حاسما يمكن التعويل عليه في الحرب ككل. فمعظم الأراضي السورية لا تزال خارج سيطرة النظام الذي يظهر يوما بعد يوم عجزا حقيقيا في توسيع نطاق سيطرته العسكرية على الأرض. ومع أن مناطق محاذية للحدود مع لبنان، القصير ويبرود، سبق أن سقطت بيد القوات الداعمة للنظام، فإن عدم استرجاعها من الثوار يعود إلى وجود مقاتل الميليشيات اللبنانية والعراقية لا إلى كفاية جيش النظام المعتمد عمليا على السلاح الجوي وكثافة النار. أكثر من ذلك، فإن معظم المناطق في الجنوب في حوران والقنيطرة سقطت بيد الثوار، كما أن ليفي حمص وحما خارجان عن سيطرة النظام، ومعظم مناطق الشمال السوري شهدت إخراج قوات النظام منها. لا ننسى معركة الساحل السوري التي قلل السيد حسن نصر الله من أهميتها وتأثيرها النفسي على خزان النظام الشعبي. والحقيقة أن بقاء النظام حتى الآن تعود أسبابه الرئيسية إلى حجب الغرب الدعم الحقيقي عن قوات المعارضة، مما أطال عمر الأزمة وسمح للإيرانيين والنظام في سوريا برمي ورقة التنظيمات المرتبطة بالقاعدة التي اصطدمت بقوى الحراك الثوري في كل مكان وبفصائل الجيش السوري الحر. من يراجع شريط معارك تنظيم كداعش يدرك سريعا أنه لم يقاتل مرة واحدة النظام، بل أنه شن حربا شاملة على الجيش السوري الحر وجميع فصائل الثورة، مما شتت قوة الجيش الحر. لم يجتز نظام بشار الأسد مرحلة السقوط، بل تأخر فقط، ولا انتصارات حاسمة حتى الآن. وقد بلغ حزب الله على الرغم من قدراته الكبيرة بلغ سقف إمكانياته لدعم النظام، ولا سيما أن أرقام من مصادر قريبة تتحدث عن سقوط ما يزيد عن 900 مقاتل في صفوفه في القتال في سوريا، مما يجعل ضريبة الوظيفة الإقليمية باهظة الثمن والأعداد في ازدياد دائم ومعها الجنازات. حديث الصحافة مستمر معكم مشاهدينا، وننتقل الآن إلى صحيفة هارتس الإسرائيلية التي نشرت مقالاً بعنوان الأسد استعمل مجدداً السلاح الكيميائي. قالت فيه: صدق مصدر أمني رفيع المستوى في إسرائيل يوم الاثنين على أن نظام الأسد عاد فاستعمل السلاح الكيميائي قبل أسبوعين في واحد من أحياء شرق دمشق على منظمات المعارضة، وبخلاف حوادث سابقة يبدو أنه استعملت في هذه المرة مادة كيميائية معوقة لا مادة مميتة. والمصادقة الإسرائيلية هي أول سند استخباري يأتي من خارج سوريا للدعاوى التي أثارتها منظمات المعارضة في الدولة. قال وزير الدفاع موشي يعلون في حديث مع صحفيين في تل أبيب إن النظام السوري أبدى كل مصانع سلاحه الكيميائي، ويبدو أنه أبدى أيضا أكثر السلاح الذي كان معدل لإطلاق السلاح الكيميائي. وأضاف يعلون
أن نحو من 60% من المادة الكيميائية أخرجت من سوريا للقضاء عليها في إطار الاتفاق مع الغرب، وقال: تم في الأسابيع الأخيرة تعجيل مسار إخراج المادة من سوريا بعد فترة قصيرة في سفيرة دنماركية أو نرويجية من ميناء اللاذقية، ومن هناك إلى موقع تحت سيطرة أمريكية يتم فيه القضاء على المادة. وقدر وزير الدفاع أن سوريا يسودها شلل متبادل، فالنظام السوري غير قادر على إخضاع المقاومة، والمقاومة غير قادرة على إخضاع النظام. وقال يعلون إن الأسد يسيطر اليوم على أقل من 40% من مساحة الأرض، والإسرائيل من جهتها خطوط حمراء خاصة بها أعلنتها في عدة فرص، فهي سترد على إطلاق النار على أرضها، وستعمل على إحباط ومنع تهريب وسائل قتالية متقدمة من سوريا إلى لبنان، ومنع نقل سلاح كيميائي إلى حزب الله. وإسرائيل مستمرة في سياسة الرد العسكري على كل ضرب في أراضيها، وهي تحاول بقدر كبير أن تقر توازن رعب مشابها في سائر حدودها المتأثرة بالزعزعة في العالم العربي. وحتى لو كانت منظمات أصغر مسؤولة عن إطلاق النار عليها، فإن التهديد على نحو عام، وتستعمل القوة العسكرية أحياناً أيضاً التهديد يوجه إلى التي تتولى السلطة. فقد هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافاً للجيش السوري بعد التفجير الذي أصيب به المظليون الأربعة في الجولان. حديث الصحافة متواصل معكم مشاهدينا، وننتقل الآن إلى صحيفة الشرق الأوسط، حيث كتب طارق حميد مقالاً بعنوان: كيف يفكر حلفاء الأسد؟ قال فيه: من المهم معرفة كيفية تفكير حلفاء الأسد الآن، وما هي قراءاتهم لإحداث المنطقة. وفي حواره الصحفي المطول مع صحيفة السفير اللبنانية، فتح زعيم حزب الله نافذة مهمة لمعرفة طريقة التفكير هذه. ففي مقابلته يقيم حسن نصر الله الموقف الإقليمي من الثورة السورية بالقول: إنه يرى أن مستوى الضغط في المرحلة المقبلة على نظام الأسد سيكون أقل مما كان عليه في 3 سنوات الماضية، سواء الضغط السياسي ومعه الضغط الإعلامي بداية من السعودية إلى قطر. مضيفا: لا أقول إنهم قد غيروا مواقفهم، لكن حدة المواقف وحجم التدخل والمعطيات والأمال المعقودة تغيرت كثيرا، وذلك مقابل الدعم الذي يجده الأسد من حلفائه إيران والحزب والميليشيات الشيعية المتطرفة في العراق، وهو ما يصفه نصر الله بالدعم الذي لا يتزعزع. تصريحات نصر الله هذه تكشف أن حلفاء الأسد يعولون كثيراً على الخلافات الخليجية الخليجية، وتحديداً مع قطر، كما أنهم يقارنون بين حجم الدعم الذي تحصل عليه المعارضة مقابل ما تقدمه إيران للأسد، كما تبين هذه التصريحات أن حلفاء الأسد يقيمون كل ما ينشر بالإعلام السعودي حول الثورة السورية وما يتسرب من قبل السعوديين، وهذه التقييمات ما هي إلا نفس محاولات التذاكي المعروفة من قبل الأسد وحلفائه، وليس اليوم بل منذ خلافة الأسد لأبيه بدمشق، وهما تكرس بعد اغتيال رفيق الحريري. فالهدف دائما هو بث التسريبات المشوشة وتقديم القراءات الشبيهة بأحاديث المقاهي. والحقيقة أنه بحال كان حلفاء الأسد يعولون على الخلافات الخليجية مع قطر، فإن ذلك لم يثني السعوديين والإماراتيين بالملف المصري، ولم تؤثر حتى بالمواقف الدولية على دعم حركة التصحيح هناك، فعلى ماذا يعول نصر الله؟ وبالنسبة لما يجري بالداخل السعودي، فإن ذلك ضمن عجلة التطوير وليس التغيير بالمواقف، فالخطر بالنسبة للسعوديين واضح جداً، وهو ما تفعله إيران وحلفاؤها بأمن المنطقة ككل، ومنه خطر الأسد والحزب نفسه الذي لا يقل خطره عن خطر القاعدة. أما بالنسبة لدعم المعارضة مقابل الدعم الذي يجده الأسد، فهذا طبيعي، لأن السعودية وحلفائها بالمنطقة يتصرفون كدول وليس كميليشيات. السعودية لا تمول مرتزقة،
كما أنها فطنة لمحاولة زج أبنائها في أتون الإرهاب من أجل تضليل الرأي العام الدولي. السعودية حجر الزاوية في محاربة الإرهاب، وليست متاجرة بذلك مثل البعض بمنطقتنا، إلا أن نصر الله يحاول التضليل هنا، حيث يقدم قراءة خاطئة لمواقف الإعلام السعودي الذي ينطلق من حقيقة أن محاربة التطرف موقف ثابت. وصحيح أن السعوديين لا يجدون لعبة التسريب الإعلامي للأسف، لكن الإعلام السعودي مثل المحيط متقلب ويبلع من يلعب فيه، وبالتأكيد أن نصر الله يعي ذلك جيدا الآن، ولذا يقوم بدعاية مضللة لرفع الروح المعنوية لأنصار التحالف الإيراني بالمنطقة ولمحاولة تبرير جرائمه في سوريا. ولذلك سعى نصر الله للحديث صحفيا بدلا من الصراخ التلفزيوني المعتاد. ننتقل الآن إلى موقع كلنا شركاء، حيث كتب زكوان بعاج مقالا بعنوان بوتين ومواطنيه 100,000 في سوريا. قال فيه: المراقب والمحلل لخطابات بوتين منذ توليه السلطة يلاحظ بأنه كان يكرر بأن هناك مواطن روس خارج أراضي الفيدرالية الروسية، وقد كرر وزير خارجيته لافروف هذه المقولة عدة مرات، وخاصة بما يخص الشأن السوري، وشدد بأنه يوجد في سوريا ما يزيد عن 100,000 مواطن روسي. هذا الكلام لم يخرج من فراغ، وهو بداية التوجه نحو تحقيق استراتيجية بوتين المستقبلية، الذي استلم الفيدرالية الروسية بحالة يرثى لها من جميع النواحي، وخاصة اقتصاديا وعسكريا. الشأن السوري يعتبره بوتين، الوضع السوري هو أحد الملفات المهمة له، ولن يتنازل عنه بسهولة لأسباب كثيرة، منها أنه يجد بأن له الحق في حماية الأقلية الروسية المتواجدة في سوريا، سواء من زوجات وأبناء السوريين المتواجدين في سوريا أو السوريين الذين حصلوا على الجنسية الروسية خلال العقدين الأخيرين، بالإضافة لجميع المرتبطين دينيا بالكنيسة الروسية. أيضا الديون الروسية على النظام هي ديون سيادية التزمت بها الدولة السورية، وهي تقدر بعشرات المليارات، وخاصة ثمن السلاح الذي تم تزويد العصابة الأسدية به خلال السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك التنسيق الاستخباراتي الروسي السوري، حيث تكاد أن تكون الاستخبارات العسكرية السورية هي أحدى فروع أجهزة الاستخبارات KGB في منطقة الشرق الأوسط، لذلك تطالب روسيا بالحفاظ على الاستخبارات العسكرية السورية وعدم إعادة هيكلتها في أي حل ما. بالإضافة إلى ذلك قاعدة طرطوس البحرية التي تعتبر القاعدة الوحيدة للتزود خارج البحر الأسود، بالإضافة لأنظمة الرادارات السورية المرتبطة مع أنظمة الأقمار الصناعية الروسية التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية في التوازن العسكري مع الغرب. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: كيف ستتعامل المعارضة السورية مع الفيدرالية الروسية؟ سؤال صعب، الإجابة عليه يتطلب منا تصوراً كاملاً للمشهد السوري والإقليمي والدولي في المستقبل القريب، وطبيعة التحالفات الاستراتيجية السورية التي ستؤمن الاستقرار ومنع التدخل الخارجي والحفاظ على مصالح الشعب السوري البحتة وسيادته الوطنية. حديث الصحافة مستمر معكم، ونقرأ الآن في صحيفة العرب اللندنية، حيث كتب عمار ديوب مقالا بعنوان سوريا من رفض الوطنية إلى طلب الاحتلال. قال فيه: سادت نزعة وطنية تساوي الوطن بالحاكم والنظام بأجهزة الأمن، وترافق معها احتلال صهيوني لأرض سوريا وتخل عن لواء اسكندرو لتركيا، فأجهز النظام بدءا من السبعينات على كل دور شعبي وسياسي مستقل، وتعمق ذلك بعد الثمانينات، وبعدها أحصيت أنفاس الناس. ورغم بدء مرحلة جديدة مع عام 2000 إلا أنها سرعان ما أغلقت نوافذها في التطوير والتحديث الحكوميين، لتسود النزعة القديمة ذاتها مكرسة السلطة وملغية هذه البداية. نزعة قتلت لدى أغلبية السوريين روح مبادرة الاحتجاج،
وأفشلت السياسة كلية، فأربك السياسيون بصورة كلية، سيما وأنهم نشطوا بعد الإفراج عن المعتقلين من السجون قبل عام 2000 وبداية حركة المنتديات المترافقة مع وصول الرئيس الجديد إلى الحكم. تساوت في 40 سنة الماضية الوطنية والقومية والاشتراكية مع النظام، وهذا ما فهمه المواطن البسيط، ويبدو أن سياسيي سوريا لديهم الفهم ذاته، وبذلك قتل النظام تلك النزعات، واندفع الشعب إما إلى الدين والطوائف والمذاهب أو الاستهلاك والأنانية وتشريع السلب والنهب والفساد بأشكاله، وإما إلى تبني سياسات وأفكار ورؤى بعيدة عن الانشغال بالهم المجتمعي أو السياسي أو الاقتصادي، وتبني قيم سطحية بهذا الخصوص كالديمقراطية بلا تحول ديمقراطي، والاقتصاد الليبرالي دون فهم كوارث العولمة، وتشريع الطائفية السياسية دون مساءلتها عن دورها في حرب الثمانينات أو موقفها من العلمانية بما هي حياد الدولة تجاه كل ما هو ديني. في الوقت الذي سحق فيه المجتمع سياسياً وثقافياً، أكمل النظام بسياساته الليبرالية سحقه اقتصادياً، وهو ما فجر الثورة الشعبية التي جاءت في سياق ثورة عربية شعبية. تفجرت الثورة السورية والمجتمع مصحرا سياسيا، والقوى السياسية فاشلة ومسحوقة لعقود متتالية، ولأنها هامشية لم تقرأ أسباب اندفاع الشعب نحو التغيير ولا أهدافه، لم تقرأ التقاط الشعب وتدقيقه لكل شعاراته وفي طرق إسقاط النظام. تغييب مطالب الداخل وأهداف الثورة بحجة الصراع العربي الصهيوني هو ابتذال سياسي، ولكن تغييب أسباب الثورة بعلة وجود أراض محتلة هو كذلك ابتذال سياسي. وبالمثل تم تغييب بقية أهداف الثورة ودفعها نحو هدف وحيد، ألا وهو إسقاط النظام بكل طرق. هذه العقلية قادت إلى طلب التدخل العسكري وتمجيد الجماعات الجهادية وتغييب الموقف من إسرائيل. تغييب القضية الوطنية هو جزء من تغييب أهداف الثورة الحقيقية ورفض كل طرح جدي لها، والبقاء ضمن التسطيح ودفع الوعي نحو تشويش مخيف لكل القضايا. في هذا الإطار بدأت تتصاعد أصوات تنادي بتدخل إسرائيل لإسقاط النظام مقابل عقد صلح معها كما في حالة كمال اللبواني. وهناك من كتب عن إلحاق محافظات سورية بتركيا. وهكذا يتوضح أن المعارضة والنظام دفع بعض المثقفين والسياسيين إلى نزعات سياسية مبتذلة، ونحو نزعات طائفية مقيتة، ونحو عقلية سطحية في فهم الثورة. نصل مشاهدينا إلى آخر مقالة حلقة اليوم، حيث نشرت جريدة حبر مقالا بعنوان زعماء للشعب أم خدم لمصالحه؟ قالت فيه: بعد دخول الثورة عامها الرابع، ما زال السوريون الذين يتبوؤون المراكز الثورية يفشلون في تنظيم أنفسهم والاتحاد، ابتداء من مجالس الأحياء حتى أعلى مستويات المسؤولية. ولو كان هناك جوائز ومكافآت تمنح لهم على أكبر إنجازاتهم الذي يتمثل بانشقاقاتهم عن بعضهم وتشرذمهم، لنالوا ما هو أرفع من الحزام الأسود وحصدوا الميداليات الذهبية كلها. وأعتقد أن جذر المشكلة يكمن في داء حب المظاهر وابتغاء الواجهات الذهبية اللماعة والألقاب الجوفاء الطنانة التي أطلقناها على مراكز وظيفية يجب أن يشغلها الموظفون الخادمون للرعية. فلقب مثل رئيس ونائب الرئيس وقائد وزعيم كالعسل الذي يجذب الذباب لينازع النحل على عسله. وحل المشكلة حسب اعتقادي يكون بداية بتغيير هذه الألقاب لفظيا إلى ما يجب أن تكون كما نعتقد عمليا. فالرئيس ونائب الرئيس والقائد والوزير وأمين السر ما هم إلا موظفون عند الشعب وحراس أمناء لمصالحه المشروعة والشرعية. فتخيلوا فقط
تقلص أعداد المتقدمين المتنازعين لإشغال أي موقع للمسؤولية كمجلس الحي مثلاً، لو كان اسمه مجلس خدمة الحي أو مجلس خدام الحي على حساب النوعية. ربما تحدثت عن المشكلة واسترسلت في وضع حلول خيالية، فهذه الألقاب لشاغلي مراكز المسؤولية تكاد تكون أعرافاً دولية، لكن ما يحدث عند من يحسبون أنفسهم قائمين على ثورتنا فاقت غرابته القصص الخرافية والأسطورية. فالكل متفق على ضرورة التوحد بكل العبارات اللفظية، والكل يعرف أن السهام إن اجتمعت أبت تكسراً مهما كانت قبضة من يريد كسرها قوية حديدية، لكن هذا الاتفاق اللفظي لم يؤدي إلى خفض أعداد كتلنا الثورية أو الحد منها، وهي التي يتساءل أعضاؤها ببراءة وشفافية عن أسباب تأخر النصر، رغم أنهم قدموا لوصولهم إليه جهودا جبارة عجيبة. لكن النصر موجود، لم يتأخر، بل نحن من تأخرنا في تحقيق شروطه وأسبابه بالتآزر والتكاتف والتوحد، مضحين بمرض عشقنا للمظاهر والألقاب والرياء بها، وحبنا وهيامنا بالعمل في الصفوف الأولى والتي أمام الأولى، وجنوننا بالزعامة والقيادة والرئاسة، وأنانيتنا بمصادرة ما قدمه الشعب السوري كله من أعمال بطولية. صحيح أن الشعب السوري ينتظر لثورته زعماء وقادة، لكنه يريدهم زعماء لا يبتغون مجدا ولا شهرة ولا بريقا، يريد منهم أن يكونوا جنودا مجهولين وفدائيين حقيقيين يضحون ولا ينتظرون أن تصفق لهم الجماهير. لحظتها يأتينا النصر بإذن الله ونحن مجتمعون. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم. أشكر لكم حسن متابعتكم، ألقاكم مجددا غدا إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.